سؤال اليوم، من كانوا ربما يعولون على بعض المواقف ردود الفعل للحزب، يناصروه يؤيدوه، هل ستبقى مواقفهم على ما هي عليه؟ لأنه ما يحدث اليوم قد يراه البعض بأنه فشل، اختراق، هل ستتغير هذه المقاييس بالنسبة لهؤلاء؟ لا أعتقد أنه يستطيع المرء أن يقيس درجة مساندة بيئة حزب الله أو البيئة الشيعية في لبنان أو قسم منها حزب الله في ظل استمرار الحرب، لا سيما بأن حزب الله قد لجأ في الماضي إلى التشبيح وإلى الضغط على بيئته الأساسية للبقاء ضمن المنظومة. الفكرة أن هنا يكون هناك ضغط شيء، وأن يكون هناك قناعة، لأنه كنا نستمع للكثير من الإفادات فيها نوع من القناعة الكاملة والموافقة ربما على الكثير من الخطوات والإيمان بهذا النهج. اليوم عندما صحيح، تحدث نعم ولكن تفضل. حزب الله يحاول من اللحظة الأولى التي تأسس بها أن يقول بأن الشيعة لا ينتمون إلى لبنان، هم ينتمون إلى منظومة إيران. في آخر المطاف المواطن الشيعي أو المواطن اللبناني بشكل عام لا يريد أن يموت، وهو ما جرى اليوم ليس بأربعة أغسطس لسبب بسيط جدا، أن الاستهداف هو لمقاتلي حزب الله. وللمفارقة هنا، حاجة حزب الله لاستعمال مستشفيات خارج نقاط سيطرته تؤكد على شيء أساسي حزب الله يرفض الاعتراف به، بأن حزب الله بحاجة للبنان وبحاجة للنظام التعليمي والنظام الصحي، فهو لا يملك لا القدرة ولا الكفاءة على أن يستوعب هذا العدد من الإصابات. يضاف إلى ذلك، وهنا أسأل عبر الشاشة، لماذا مسؤولي أو أبناء مسؤولي حزب الله يملكون هذه الأجهزة؟ إن قلنا وإن دخلنا في فكرة بأن هذه الأجهزة هي للحماية الأمنية أو لاستعمالها في العمل، لماذا تواجدها بهذا الكم الكبير مع قد عناصر يكونوا حزب أبناء الله؟ للقادة، ولكن أيضا له ولكن صفات هذا عسكرية فساد. أخرى، أليس كذلك؟ لماذا ابن كذلك يحصل في الأنظمة الدكتاتورية عندما يقوم ابن المسؤول باستعمال آليات الدولة وأجهزة الدولة؟ هنا الفكرة الأساسية بأن حزب الله وبيئة حزب الله هم ضحية عن جهاتهم وعدم اعترافهم بأنهم يقاتلون منظومة متطورة تكنولوجيا وحتى سياسيا. أنا أعتقد بأن ما حدث في الأمس من اجتماع للكابينت الإسرائيلي هو الموافقة على هذه العملية، وهنا هذه العملية بعكس ما يروج لها ليست بعملية أمنية، هي عملية نفسية لتذكير الجميع. وإحنا الآن ننظر إلى أكثر من 1000 شخص نعم سيعانون من عاهات دائمة، طيب وأن بيئة حزب الله عليها أن تنظر إلى يمينها أو إلى شمالها ليتم تذكيرها بأن هذا حرب وليس كلام فارغ. وحزب الله وحسن نصر الله يقولون بأنهم يريدون أن يموتون، ولكن هم على ما يرام وشعبهم يموت. نعم والفكرة الأساسية، إن كان حزب الله يؤمن لإيران، وأنا هنا لا أتفق مع السيد مصطفى أن البيجز الموجودين بحسب الصور الموجودة هي صناعة روسية، وهنا نعود لنقول هل أن حزب الله يملك التقنية أو حتى المعرفة لمقارعة إسرائيل بهذه الطريقة المفتوحة؟ قد برهن ما حصل اليوم بأن حزب الله غير جاد وغير كفوء في هذه الحرب المتطورة، وما كنا نراه بالأفلام الهوليوودية ست رشا نعم منذ عقود قد أصبح حقيقة.